السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صبحكم الله مع الأمن والسلامة. أهلا بكم إلى موجز الأخبار العربية الرئيسية من مؤسسة كلين أدوكتي. الإعداد وتقديم سيد محمد، مدرس مدرسة الحكومية تركنديور تيرور. تعيين 4 قضاة جدد في محكمة كيرلا العليا. سورج يحصل على عقوبة مزدوجة لقتل زوجته باستخدام الكوبرا. عائلة أترا غير راضية عن الحكم. وفاة في أمكوتي عمد مابلبات عن عمر ناهز 86 عاما. قضية تجمع الهارب، محكمة كيرلا تلتمس من قادة قوة الدفاع عن حقوق الإنسان وتأمرهم بالمثل للمحاكمة. اعترف مانوان سينغ لإيمس. ترفض الهند معارضة الصين لرحلة فيانكا نايدو في أرناشل. العنف لاكنبور، إشيش مشرى نفي الإفراج عنه بكفالة وأرسل واحد آخر إلى حجز الشرطة. UGC يؤجل قاعدة الدكتوراه لتوظيف مدرسين جامعيين. بعد تطبيقات المملكة لفيسبوك يعاني سناب شات من انقطاع عالمي. ذكرت متلازمة هافان في السفارة الأمريكية في كولومبيا العثور على حاملة الرق القياسي العالمي إغني سروب ميتة في منزلها في كينيا. هذه هي الأخبار الرئيسية العربية، وشكرا، إلى اللقاء، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.